مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام، وفي حلقة جديدة من برنامج ليش عبر شاشة تلفزيون السلام نقدمه لكم لنتحدث عن قضية تهم أيضا المواطن كالعادة. قضيتنا اليوم تتعلق في هذا الدرج اللي احنا شايفينه هون. هذا الدرج بطبيعة الحال هو درج صار له تقريبا عام، تم إنجاز مشروعه وتم تبليطه وتم تجهيزه للاستخدام بكل أشكاله للمواطنين وغيره. عموما احنا قاعدين بنلاحظ انه هذا الدرج صار في وضع صعب جدا، حالته صعبة، الأرضية متسخة، أيضا كراتين هون احنا شايفين. هاي الكراتين هي يمكن لمواطنين يمكن لأشخاص ما بنعرف، المهم انه هالدرج الحيوي في وسط مدينة طول كرم زي ما احنا شايفين في الصورة عم بيعاني من مشكلة كبيرة اللي هي باتساخه، بعدم نظافته، بالصورة اللائقة التي تظهر مظهر طول كرم كمدينة راقية جميلة تستوعب الجميع وتحتضن الجميع. سؤالنا في اليوم ببرنامج ليش الدرج بهاي الصورة؟ ليش بلاط الدرج صار مائل للون الأسود وبهاي الطريقة؟ ليش الكراتين؟ ليش كل هاي اللفايات موجودة على هذا الدرج؟ خليكم معنا لنشوف الإجابات ونشوف الصور في الحلقة الجديدة من برنامج ليش.